بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشرح لكم إن شاء الله وضعيات الكوسكس، وكم لديه وضعيات. الكوسكس مع لديه وضعيتان أساسيتان، اللي هي الأيبي واللاترال. فوضعية الأيبي تكون بهذا الشكل، يكون المريض مستلقي على الطاولة، التيب موجه إلى الأسفل. شوف كيف المريض يكون، التيب يكون موجه اتجاه القدم هنا، هذه الوضعية. شوف كيف بتكون، معنا الأشياء بتكون يعني مركزة على مكان الكوسكس، فبيطلع لك صورة الأشياء الصينية كذا بهذا الشكل. هذا في الوضعية الأيبين للكوسكس. فالوضعية الثانية اللي هي اللاترال، الوضعية اللاترال بتكون بهذا الشكل. وضعية اللاترال بيكون المريض مستلقي على الطاولة بالوضعية الجانبية بهذا الشكل، ثم تلتقط له الأشعة. شوف كيف، ثم تلتقط له الأشعة بهذا، بيطلع لك بهذا الشكل. هذه حق الكوسكس الوضعية اللي هي اللاترال. معانا قلنا اللاترال ومعانا الأيبي، حق الكوسكس. كوسكس الذي هي وضعيتان، اللي هي الأيبي والتيب يكون اتجاه القدم، ومعنا الثانية الذي هي اللاترال. هذه الوضعيتان للكوسكس، وصلى الله وسلم وبارك.